بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. وصلنا بحمد الله إلى نص أنت سيد قرارك، وهو من النصوص النثرية الإجبارية، يعني ممكن سؤاله يجي في النص الإجباري. وأبدأ بالتنبيه لأهمية هذا النص، لأن الطلاب كتير جدا بل معلمين كتيرة ما بيهتموش بالنص ده، وحجتهم في ذلك إنهم ما بيلاقوهوش كتير في الامتحانات، يعني امتحانات آخر السنة النص ده فعلا من النصوص المظلومة اللي دايما يجيب للصغيران نظرة، الصغيران نظرة المتابع للامتحانات يعني يعرف الكلام ده، ونص أنت سيد قرارك تقريبا عينينه للدور الثاني، يعني ما أعرفش ليه يعني. فلعل وعسى السنة دي بقى يفاجئنا بنص أنت سيد قرارك، وأنت تبقى مستعد للمفاجأة ديت. وأنا عارف إن النص سهل ولغته سهلة، لكن الحقيقة في أسئلة برضه ممكن يقتنص بها الممتحن درجة منك. أول حاجة بيفاجئك بأنت سيد قرارك مش الصغيران ولا نظرة. والله الناس اللي مذاكرة ما تتفاجئش بحاجة. والناس اللي هي ماشية بنصيحة لا تترك شيئا في المنهج، الناس دي ما بتتفاجئش بحاجة. لأن زي ما قلت قبل كده في محاضراتي، الطلاب بيستبعدوا حاجتين من المنهج، معرفش بيستبعدوهم إزاي. بيستبعدوا اللي جه السنة اللي فاتت واللي ما جاش خالص. وبالتالي مش عارف هيبقى فاضل إيه. يعني أنا لما استبعد اللي جه واستبعد اللي ما جاش خالص، طب يبقى فاضل ايه؟ شباب بلاش نمشي بالميزان ده، نمشي بان احنا نعمل اللي علينا ونتقن ما علينا ان شاء الله رب العالمين. قبل ما اخش انت سيد قرارك، لازم اقول ان اهم سؤال في هذا النص بعد اللغويات والجماليات، المدرسه اللي بينتمي اليها الكاتب، وهي مدرسه المحدثين، هي عكس تماما مدرسه الرافعي اللي هي مدرسه المحافظين. وسماتها هنتعرض لها دلوقتي، وارجو انك تكون مراجعها في دماغك كويس قوي، لان ممكن يجيب لك سؤال قارن ما بين اتجاه الرافعي او ما بين مدرسه الرافعي وما بين مدرسه المحافظين، ما بين مدرسه المحدثين، سواء بقى جاب الصغيران ممكن يجيبه لك برضه يسالك فانت سيد قرارك، او جاب انت سيد قرارك ممكن يسالك في الصغيران. تعالوا بقى نتوكل على الله ونبدا التدريبات على نص انت سيد قرارك. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اول سؤال في كتاب الامتحان بيقول لي العنوان الثابت الذي يكتب تحته كاتب هذا المقال مجرد راي. طيب ها، متى نشر هذا المقال؟ هي هل في يعني فايده ان انا اعرف امتى نشر هذا المقال؟ في حته فايده كده، انه قال في وسط المقال الناس اللي ذكرته قبل كده او الناس اللي عندها فكره، انه قال ابدا من بعد غد. طب اشمعنى من بعد غد؟ لان كان هيتوافق بعد غد ده اليوم العالمي للاقلاع عن التدخين. فالكاتب كان كاتب المقال ده بتاريخ 7/2/1991. مش مشكله قوي 1991، المهم تعرف انه كان مكتوب في شهر فبراير اللي فيه، او 7 فبراير بمعنى الاصح، اللي فيه اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. فلذلك قال ابدا من بعد غد، اللي يعتبر 9 ايه؟ 9 فبراير، يبقى المقال كتب 7 فبراير. او نشر 7 فبراير. ما الجريده التي نشر بها المقال؟ طبعا صلاح منتصر بيكتب في جريده الاهرام. ما اسم كاتب المقال؟ صلاح منتصر. وما العنوان الثابت الذي يكتب اهو حتى فوق مجرد راي؟ العنوان الثابت اللي بتاعه دايما ايه؟ مجرد راي. تعالوا نتوكل على الله بقى ونشوف الاسئله المقاليه اللي بتيجي على الفقرات والاختار وغيره. الاسئله الاعتياديه يعني. توكلنا على الله. السؤال الثاني بيقول انت سيد قرارك الى قوله اعصابك، ولهات في جملتين مرادف سيد. سيد يعني مالك، سيد الشيء يعني مالكه ومسيطر عليه، فالمالك المسيطر هو هنا السيد. ومضاد خصبا، مضاد كلمه خصب قفر او جدب. الخصوبه معناها العطاء والنماء، والقفر والجدب معناه عدم وجود اي شيء من مقومات الحياه. اشرح الفقرة بعبارة أدبية. عادي جدا، هنا بتبدأ مثلا بأنه يخاطب الكاتب المدخن ويحث على الإقلاع عن التدخين عن طريق أن يوضح له أن المسألة كلمة تنطلق من بين شفتيك لتحررك من هذا السجن اللعين، وهو سجن التدخين، وكيف ترضى على نفسك أن تكون عبدا للسيجارة التي تؤذي كل شيء في بدنك، فهي تؤذي صدرك وقلبك وضغطك ومفصلك وأعصابك. ليستخرج من الفقرة صورة بيانية وبين نوعها وأثرها. طبعا ده سؤال ثابت في كل النصوص. ممكن قوي كلمة أنت سيد قرارك، الجملة دي لوحدها كده ستارة مكنية، شبه القرار وكأنه عبد وأنا سيده. أيضا كلمة
مجاز مرسل علاقته الجزئية، لم يقصد بالكلمة هنا القرار الكامل للامتناع عن التدخين، يعني مش مجرد كلمة، ده جملة كاملة. تستطيع أن تخرج من هذا السجن. طبعا دي مشهورة للناس المذاكرة، الناس تعرضت صراحية شبه التدخين بالسجن وحذف التدخين وصرح بالسجن باستعارة تصريحية. أصبحت فيه عبدا، ده تشبيه بقى لشبه التاء اللي هي المشبه اللي هو المدخن بعبد، وبالتالي هنا المشبه والمشبه به موجودين، يبقى هنا تشبيه. أما عبدا بالسيجارة استعارة مكنية، شبه السيجارة بإنسان يستعبدني أو يستعبد المدخن يعني. إذن هنا صورة مركبة متداخلة من تشبيه فأصبحت عبدا، ومن استعارة مكنية في عبدا للسيجارة. وحقلا خصبا أيضا دي تشبيه لأنها معطوفة على عبدا، فإذن بما شبه الكاتب المدخن شبهه بالعبد مرة وبالحقل مرة، فهي هنا صورة ممتدة. يعني لو جبنا عبدا وحقلا تبقى ممتدة، لكن عبدا بالسيجارة تبقى مركبة لأن صورتين مختلفتين. خصبا لكل الكوارث دي استعارة مكنية أيضا، معلش اديني فرصة ده احنا بنراجع مع بعض البلاغة وفي نفس الوقت بنراجع مع بعض الجماليات، لأن الفقرة هنا مليانة شوية شوية صور لازم نكون عارفينها. حقلا خصبا لكل الكوارث، طبعا استعارة مكنية شبه الكوارث وكأنها نبات ينمو في هذا الحقل الخصب وهو مين؟ وهو المدخن. والحصيلة العامة لهذا الأسلوب الأدبي الجميل الممزوج بالمعلومات العلمية اللي هي صدرك وقلبك وأعصابك وكل ده، الحصيلة العامة طبعا هي الإقناع والإمتاع. محسن بديع وبين أثره، طبعا محسن بديع يا طباق يا جناس يا إلى آخره، يعني أول حاجة كده أطلع حاجة هنا تخرج والسجن. خلي بالكوا يا شباب، ممكن قوي يقول لي ده طباق بنتخرج والسجن. ليه؟ لان السجن معروف ان هو يعني عدم حريه والخروج فيه حريه، استاذ هو ينفع يبقى فيه طباق بين فعل واسم؟ اه عادي جدا ينفع يبقى فيه طباق ما بين فعل واسم، نظرا للاعمى مثلا، ده طباق. اسلوبا مؤكدا وبين وسيله توكيد، طبعا الاسلوب المؤكد منه ان قد زائد الماضي مثلا قد اصبحت، لا الذي اصبحت، ما فيش قد عفوا. هنا مثلا هتلاقي فبكلمه منك تستطيع ان تخرج من هذا السجن العين، بص التقديم هنا الذي اصبحت فيه عبدا، اصل الكلام اصبحت عبدا فيه، ما هو ترتيب الجمله اسم اصبح اللي هو التاء وخبر اصبح عبدا، المفروض في الاصل انهم يجوا ورا بعض، فده يعتبر ايه يا شباب؟ يعتبر تقديم. هل استاذ تكرار العطف يعتبر تقديم يعتبر تاكيد؟ تاني الجمله دي لو سمحت احسن بتسال فيها كتير قوي من الطلاب. هل يا استاذ تكرار العطف يعتبر تاكيد؟ لا، هو يفيد التاكيد ولكن ليس وسيله توكيد، ودي دايما اقولها لطلابي ما تخلطوش ما بين اللي غرضه التوكيد وما بين اداه التوكيد. ادوات التوكيد يا جماعه الفاظ معتبره في النحو والبلاغه نص عليها علماء اللغه انها للتاكيد، يعني زي ان اللي هي الجمله الاسميه ان الناسخ يعني، وزي قد لما يجي وراها فعل ماضي، والتوكيد المعنوي والتقديم والقصر وغيره. لكن مثلا لو استفهام بيفيد التوكيد، لو طباق بيؤكد المعنى ويوضحه، هل معنى كده ان الطباق وسيله التوكيد؟ لا لا، فاذا العطف هنا لا يفيد التوكيد، لا يعتبر اداه التوكيد، هو فعلا يفيد يؤكد على كثره الاضرار التي تفعلها السيجاره، لكن ما اقدرش اطلعه وسيله من وسائل التوكيد. من هنا بقى السؤال بيقول لي تفصيلا بعد اجمال وبين فائدته. هو لو تلاحظ هنا قال الكوارث والمصائب وبعد كده قال ايه؟ تفعلها صدرك قلبك. ما ده تفصيل بعد اجمال. لما قال الكوارث والمصائب وبعدين بين هذه الكوارث والمصائب ونتائجها بتفصيل شديد علشان يقنع المدخن بوجوب ترك التدخين، يبقى فائده هذا التفصيل بعد الاجمال توضيح الأضرار الكثيرة التي تفعلها السيجارة في المدخن لينفره منها فيترك التدخين. لما آثاره؟ ناس كتيرة بتقرا دي لم يا جماعة، يعني للأسف الشديد طلاب كتيرة جدا بيقروا دي لم، لا يا جماعة لما، خلي بالك هتفرق معاك في السؤال، أنت مش فاهم ديت هتلاقيك بتبص تلاقيك أنت لم آثاره، ممكن طلاب يفهموها زي ما أنا عندي في التصحيح كده ساعات بلاقي طلاب يفهموها لم يؤثر يعني لم يفضل، طب ليه ما فضلش الأسلوب الخبري؟ ويبدأ يتكلم في الجهة دي، لا يا جماعة دي لما عبارة عن لام حرف جر اتصلت بمال استفهامية، ومال استفهامية إذا اتصل بها حرف جر تحذف ألفها، دي معلومة إملائية زي ما أقول بما تكتب بالقلم، يعني مسألك بما تكتب يبقى باء ميم بس، فيما تفكر فاء ياء ميم، لما تفعل علامة هذا الخلاف إلى ما هذا الخلاف، كل دي بتتحذف منها ألف المال استفهامية، فأنا قصدت إن أنا أنبه بيها لأنها ممكن تفرق معاك في فهم السؤال وبالتالي تفرق في فهم الإجابة. لما أثار الكاتب التعبير بضمير المخاطب؟ طبعا لجذب الانتباه.
الخطاب وفي مباشرة كده وفي تركيز لكي يحرص على جذب انتباه هذا المدخن معه. وبعدين ما قيمة العطف بالواو في آخر فقرة؟ قلنا قيمته هو التعبير والتوضيح والتأكيد على كثرة الأضرار التي تفعلها السيجارة في المدخن. السؤال الثالث بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة اللي هي القطعة بتقول وأنا أعرف إلى أملهم. هنا بقى السؤال الجدلي قوي اللي هو مضاد معاندين مستسلمين ولا موافقين ولا مستجيبين ولا محبين. طبعا طلبة كتير جدا بتقول لي أستاذ أنا بخاف قوي من السؤال ده لأن أنا مش عارف بصراحة. طب ما هو هنا فعلا في كذا إجابة. يعني تعالوا نطلع الأول الإجابات المستبعدة. أنا هطلع أنا واحد من المحبين دي مطلعها بره اللعبة خالص. يبقى هيفضل لنا مين؟ مستسلمين وموافقين ومستحبين. مستجيبين عفوا. مستسلمين وموافقين ومستجيبين. مستسلمين الاستسلام ده بقى في الايه؟ في الحرب. الكاتب مش عايزهم مستسلمين، يعني مش عايز ان هم يخلوهم يستسلموا ليه. هي يعني مش مساله مش حرب ما بين الكاتب وما بين المدخن، ما لازم اربط الكلمه بسياقها خلاص، لان عكسها عكس مستسلمين تبقى مقاومين، الاستسلام عكس المقاومه، فاذا نبعد المستسلمين. الحاجه بقى اللي فعلا تتحير الطلاب بقى اللي هي موافقين ولا مستجيبين. ايه هي بقى الاثنين؟ لما رجعت للمعاجم لقيت ان الموافقين اصلا كلمه معاند في اللغه العربيه اللي هو بيخالف رغم علمه بالحقيقه، هي دي معنى معاند. معاند واحد عندك يعني هو عارف الحقيقه لكن مصر يخالف. طب ما ممكن عكسها، انه بعد ما عندك استجاب ليك، استجاب لرايك، وممكن بعد ما عندك وافق على رايك. ما هي مستجيبين وموافقين الاثنين يحملوا معنى الموافقه والاستجابه، يعني عكس العناد. فانا بصراحه مش عارف اللي بيحط الاسئله دي بيحطها بانهي منطق. يعني انا اشك او مش اشك، ده انا اكد واكد ان هو نفسه مش عارف الاجابه، هو عايز يثير الجدل ده. بس ابشر الطلاب وابشر كل من يسمعني ان المساله دي لو تلاحظوا في امتحانات ثانويه عامه تقريبا من بعد 2003 ما عادش لها وجود. يعني ما عادش المساله ديت والاختيار اللي ملوش منطق ده والكلمات اللي كانت بتضيع مستقبل ناس على الفاضي ما عادوش بيجيبوها يا جماعه فاطمئنوا. طب استاذ انت يعني لو قعدنا نتجادل نختار مين لو جات لنا في الامتحان؟ يعني انا اقول لك اختار موافقين. ليه يا استاذ؟ ايه حجتك في انك تختار موافقين؟ الاستجابه للطلب عكسها رفض الطلب، يعني يكثر في استخدام كلمه استجاب لي رفض. انما الموافقه عكسها المخالفه، يعني انت حتى لو اثناء البحث في المعجم لقيت ان كلمه وافقه هو قال خلاف خالفه، يعني هو بيقول كده بيقول ان مضادها خالفه، وكلمه معاندين مكتوبه في المعاجم انها خالفه، فانا يعني حاولت ان انا اجيب سبب علمي اللي هو يبقى عكس موافقين، ها عكس معاندين عفوا، يبقى عكس معاندين نهايتها موافقين، لو جات لك كده اختار موافقين. جمع وسيله وسائل. جمع كلمة وسيلة وسائل، طبعا مش ولا واحدة من دول. كاتب المقال ينتمي إلى مدرسة انتبه، وأنا قلت في الأول كلامي إن من أهم الأسئلة في النص كله هو مسألة هو من مدرسة إيه؟ مدرسة المجددين أو المحدثين، على فكرة لها اسم تاني، اسم المجددين أو المحدثين، ولابد لابد تكون حافظ خصائصها من كتاب المدرسة، يعني كتاب المدرسة قال إن دي مدرسة المحدثين التي تهتم بالصحافية العامة، الموضوعات الصحافية العامة، وتهتم بالواقع وبإيقاع سريع، وتحتاج إلى ذكاء القارئ وحماس الكاتب، يعني بص محتاجة كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. هنا بقى السؤال بقى بيقول لي المدخنون نوعان، وضح نوع وطبيعة معتقداتي، يعني وضح كل نوع وطبيعة معتقداتي. بيقول لي نوعان، هو قال له هنا معاندين اللي مصر اللي مش عايز يفتح الموضوع أصلا، أقول له كده ده معاند لا يريد أصلا أن يتحدث في الموضوع، لكن الكاتب لا يوجه كلامه إلى هؤلاء، إنما يوجه كلامه إلى النوع الثاني اللي هو اعتقاده إيه بقى؟ إن هو نفسه يعرف، يبطل تدخين، لكن معتقد إن ده مستحيل. إذا عقيدة الأول أنه لا يريد أن يتكلم في هذا الموضوع ولا يريد النقاش فيه ويعاند ويخالف، وعقيدة المدخن الثاني أنه يؤمن بأن التدخين مسألة خطيرة ولكنه يحتاج إلى من يساعده أو يعتقد أنه مستحيل. أسلوب خبري وبين نوعه. يا جماعة أسلوب خبري يعني أي جملة ما فيهاش أمر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا دعاء، خلي بالك ولا دعاء. يعني وأنا أعرف مدخنين ده أسلوب خبري. يصرون على هذه العادة السيئة، ده أسلوب خبري، كل الأساليب الخبرية طبعًا وردها التقرير والإيه يا شباب والتوكيد. بيقول لي صورة بيانية وبين نوعها وسر جمالها. صورة بيانية يعني استعارة تشبيه كناية مجاز، كناية خلي بالك من ضمن الاستعارات الكناية، عفوا من ضمن الألوان البيانية الكناية. يعني لما يجي يقول لي مثلًا التخلص من السيجارة،
كناية عن شدة رغبة المدخن في أن يتخلص من هذه السيجارة. سر الجمالة طبعا لو كناية، بالاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. بيقول بقى حرف استدراك مبينا فائدته. حروف الاستدراك أشهرها لكن بتفيد التنبيه، لكن انتبهوا في حروف أخرى بتفيد نفس المعنى زي إلا أن، غير أن، بيد أن. يعني لما أقول لم يأتي محمد لكنه اعتذر، ممكن بدل لكنه أقول إلا أنه اعتذر، أو غير أنه اعتذر، أو بيد أن. بيد أن اللي هي يعني إلا أن يعني. فالأربع كلمات دول يا ريت تكون دونتهم، اللي هم بيدلوا على الاستدراك. اللي موجود طبعا هنا في الفقرة ولكنهم في حاجة إلى من يساعدهم، ودايما تفيد التنبيه. أي حرف استدراك بيفيد يا شباب؟ بيفيد التنبيه. فعل مضارع وبين فائدته، طبعا من قبل ما تطلع حتى الفعل المضارع، فائدة الفعل المضارع حاجة واحدة فقط، التجدد والاستمرار. عندك يصرون وعندك يتمنون، هذه الأفعال تفيد. يصرون تفيد تجدد واستمرار الإصرار بداخلهم على العناد، إنما يتمنون تفيد تجدد واستمرار الرغبة في التخلص من السيجارة، وكذلك يستطيعون وغير ذلك. السؤال ده بقى بيقول لي بما تتسم فكرة الكاتب. فكرة الكاتب طبعا تتسم إلى حد كبير بما تتسم به مدرسة الكاتب. يعني فكرة الكاتب هنا طبعا واضح إنها مركزة، فكرة واضحة، فكرة عميقة، فكرة تناولها الكاتب بإيقاع سريع يناسب حركة الحياة. تحتاج إلى فكرة الكاتب دي تحتاج إلى حماس، وتحتاج من القارئ إلى ذكاء حتى يفهم ما يقصده الكاتب. إذن أقول تاني، الفكرة تتسم بالتسلسل، بالوضوح، بالتركيز، بالعمق، كمان الإيقاع السريع الذي يتناسب مع الحياة اليومية. نيجي بقى للفقرة الرابعة اللي بتبدأ بهؤلاء المدخنون يعتقدون أن الامتناع إلى قوله ليس مستحيلا. هات في جملتين من تعبيرك مضاد مستحيل ممكن ومرادف استطاعوا قدروا، وما ننساش الجملتين يا شباب. بما نصح الكاتب المدخنين الذين يتمنون أن يتخلصوا من السيجارة. لو رجعت للفقرة هتلاقي أنه نصحهم بأن هم يتعظوا ويعتبروا بهؤلاء الكثيرين الذين استطاعوا أن يحققوا أحلامهم، ويستنتجوا من وراء ذلك أن التدخين قد يكون صعبا لكنه ليس مستحيلا. شرح يعني. السؤال اللي بعديه بيقول لي استخرج من الفقرة صورة بيانية وبين نوعها أن يفعلوا ما يحلمونهم بتحقيقه. انتبهوا الجملة دي مشهورة، أنها استعارة مكنية، لأنه شبه رغبة الامتناع عن التدخين وكأنها حلم، وفيها أيضا كناية عن تشجيع الكاتب لهم، وكناية عن الإرادة وعن القوة. يبقى نوعها كناية وتفسرها، أو نوعها استعارة مكنية وتقول شبه إيه بإيه. أسلوبين مؤكدين بوسيلتين مختلفتين، ممكن إن مئات الآلاف استطاعوا أن يفعلوا. طبعا هنا مؤكد بإن، أو أن الامتناع عن التدخين مستحيل. دايما أن وإن الناسخة دي بتؤكد جملتها. طب هنا الوسيلة التانية، بس أنا ما أقدرش أقول كده إن هما دول وسيلتين مختلفتين كده مؤكد بأن. الحقيقة هنا التوكيد اللي هي الضمير هم هنا، الضمير هم هنا لو جيت في النحو هتلاقيه نعربه ضمير مبني في محل رفع توكيد لفظي للضمير الواو، لأن فعلا لو شلته من الكلام ما يأثرش. بص، ما يحلمون بتحقيقه. وفي قاعدة كده جميلة في النحو بتقول يؤكد الضمير الظاهر بتكراره، ويؤكد الضمير المستتر بإظهاره. يعني انت لو عندك ضمير ظاهر وعايز تأكده كرره، بس توكيد لفظي يعني. يعني لما أقول إنك ناجح، طب عايز أكد الجملة دي بتوكيد لفظي، أقول لك إيه؟ إنك أنت ناجح. شوف أنا كررت الكاف في صورة أنت، لأن أنت عارف أن دي الخطاب الاثنين، الكاف للخطاب وأنت الخطاب. طب ما أقول إنه ناجح، لما أجي أحب أكد أقول إيه بقى؟ إنه هو ناجح، وهكذا. طب أنا لو عايز أكد بقى الضمير الواو، الضمير الواو الظاهر ده هو عايز أكده بالواو، ممكن أكده بأنتم حسب الكلام، أو ممكن أكده بهم. يعني لما أقول إيه تحلمون أنتم بتحقيق، لو الخطاب لو الواو دي عايدة على ناس بخطبهم، يبقى مقول تحلمون أنتم، صح؟ لكن لما أتكلم عن ناس غائبة زي ما قال هنا يحلمون، يبقى هم. يبقى هنا إذا كررت الضمير، لو لاحظت إن في ضمير متكرر، يبقى التاني ده توكيد لفظي، لكننا نحن، يبقى نحن دي توكيد لنا. أمال إيه حكاية بقى الجزء التاني من القاعدة اللي بيقول يؤكد الضمير المستتر بإظهاره؟ لو أنا عايز أكد جملة
جاء واخرج يبقى اظهر الضمير. يعني تخيل لما اقول ايه مثلا جاء هو، المفروض ان الضمير مبتدا وجوبا لا يظهر، ما محمد جاء خلاص الجمله هنا مبتدا والجمله الفعليه في محل رفع خبر. لو قلت محمد جاء هو يبقى انا كده اظهرت الضمير المستتر، يبقى هو دي توكيد لفظي للضمير المستتر، ما تعرفهاش فاعل طبعا. لا، اذا جه في مكان الضمير يجب ان يستتر ولقيته ظهر، اعرف ان اللي ظهر ده توكيد لفظي، لكن الضمير الثاني اللي هو الفاعل لسه مستتر. يعني في القران لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة، هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أما أنت دي إيه أستاذ اللي قدامنا هنا؟ دي توكيد لفظي للضمير المستتر. يعني هو موضوع كده مش عايز يعني أتوسع فيه لأنه مش مجاله، ولكن يعني حبيت إن أنا القاعدة دي تخلي بالك من أحسن لك أكد هذه الجملة ولا حاجة. يبقى خلاصة الكلام هنا الضمير هم توكيد لفظي للواو، وده طبعا سؤال يعني انتبهوا لي. السؤال اللي بعديه بيقول لي عددا وبين دلالته، عددا وبين دلالته. طبعا هو مئات الالاف، ودلالته هنا مش الاحصاء والدقه، دلالته هنا الكسره والتشجيع. السؤال اللي بعديه بيقول لي اسلوبا خبريا وبين غرضه، اي اسلوب ما فيهوش حاجه من سته، اي اسلوب زي ما اشرت قبل كده، لا في امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا دعاء، يعني ما اقول هؤلاء المدخنون يعتقدون، دي جمله اسلوب خبري يفيد تقرير وتاكيد الياس بداخل هؤلاء المدخنين، وهكذا اي جمله خبريه بس تناسبها. يعني لو قلت ان مئات الالاف استطاعوا يبقى ده اسلوب خبري لتقرير وتاكيد التشجيع والامل بداخل هؤلاء المدخنين. اسلوبا خبريا خلاص عملنا، ما الاتجاه الادبي الذي يمثله النص وما اهم سمات اسلوب الكاتب؟ واضح ان هو عايز حاجتين، اولا الاتجاه الادبي اللي بيمثله النص اقول له مدرسه المجددين او المحافظين، ده الاتجاه الادبي. هو قال لي ما الاتجاه الادبي، طب ما سمات اسلوب الكاتب؟ طبعا احنا عارفين ان احنا السنه دي عندنا سمات اسلوب الشاعر هي سمات اسلوب المدرسه بتاعته. يعني انت عندك في الست قصائد المقرره عليك من اول غربه وحنين لغايه المساء، لو قال لك سمات اسلوب اي شاعر هي سمات المدرسه وخصائصها. الرفعي ليه في الكتاب خصائص منصوص عليها وموجودة، يا رب تكون حافظها لأنها موجودة في الكتاب كده نصا، اللي هي الغموض أحيانا، الإطناب، أفكاره يسيرة قريبة التناول، النزعة الدينية إلى آخره، دي حاجة من الكتاب. لكن أنت سيد قرارك لما تيجي تبحث في الكتاب، مفيش خصائص لصلاح منتصر، مفيش، هو في خصائص المدرسة بتاعته. يبقى لما أقول لك ما خصائص أسلوب الكاتب تقول لي خصائص المدرسة بتاعته بقى هنا برضه. هنقول إيه خصائص المدرسة بتاعة المجددين؟ هي طبعا اللي هو أنه يتماشى مع الطابع الصحفي العام، يميل إلى الإيقاع السريع، يناقش قضايا المجتمع، يطلع على الصحافة الغربية، كمان يحتاج هذا النوع من المقالات إلى حماس الكاتب وذكاء القارئ والإيقاع السريع، دي كلها من سمات أسلوب يا شباب، من سمات أسلوب الكاتب التي هي سمات أسلوب مدرسته. الفقرة الخامسة بيقول لي والصعوبة إلى كلمة التصميم، مضاد الصعوبة طبعا هنا السهل، وجمع القرار القرارات، ومرادف تقاس هنا تقدر، أقرب كلمة هنا تقدر بحجم المكاسب. يمر المدخن بخطوات لكي يمتنع، اللي انت فاكرها للكاتب رسمها له، قال له الأول أن تتخذ القرار، تبدأ في تنفيذه، تصر على التنفيذ، وبعدين تعرف بقى أن الصعوبات اللي هتقابلها في الأول لا تقاس بحجم المكاسب. شرح برضه يعني. استخرج صورة بيانية طبعا واضحة جدا حجم المكاسب، استعارة مكنية لأنه شبه المكاسب كأنها شيء مادي له إيه؟ له حجم. وطبعا سر جمالها تشخيص المعنى أو تقسيمه في صلاح السياق توضح. لما يجي بقى انتبه قيمة العطف في قوله المكاسب الصحية والمادية والنفسية، أول حاجة أقول له التنوع، لأن هنا عطف الترادف يفيد التأكيد، وعطف التضاد يفيد الشمول، غير ذلك يفيد التنوع. يعني أنا عندي كلمة صحية ومادية ونفسية ما بينهمش ترادف، هم مش بمعنى واحد ولا بينهم تضاد، يبقى ليه الكاتب عطف هنا؟ للتنويع. طب أضف لذلك بيكثر من المكاسب، أو بيغري هذا المدخن بالمكاسب الكثيرة المتنوعة التي سيحصل عليها، يبقى ده غرض العطف في هذه الجملة. وأيضا لك أن تقول الترتيب المنطقي الدقيق، لأن صحية الأول فتقوم مادياته تكتر، يقوم نفسيته ترتاح، فدي الترتيب المنطقي إذا طلب منك. أن تتخذ القرار، أن تبدأ في التنفيذ، أن تصر. بقول لي إيه قيمة تكرار استخدام المصدر المؤول؟ أفاد تأكيد على الخطوات المنطقية المرتبة التي يجب على المدخن أن يسير عليها، زي ما نقول خطة كده، يضع له خطة كاملة مرتبة يسير عليها هذا المدخن. ماذا يفيد استخدام الفعل المضارع التجدد والاستمرار؟ هل هناك علاقة
بين تتخذ وتبدأ وتصر أقول له علاقة منطقية، حيث أن كل فعل يؤدي إلى الفعل الذي بعده. يعني الأول لازم أتخذ، وبعدين بعد ما أتخذ أبدأ، وبعدين بعد ما أبدأ أصر على ذلك، بينها ترتيب منطقي جميل مقنع طبعا. اللهم صل على محمد. نيجي بقى للفقرة اللي بعدها، وهي الفقرة السادسة. الفقرة السادسة: من أنت إلى قوله أسرة المرض. بقول لي مرادف تستعيد تسترجع، ومفرد أسرة سرير، وجملتين ما ننساش الجملتين. أنا الكاتب بأدلة واقعية من الفقرة جماعة، ينظر إلى أصابعه يجري أو يتصور مرأتيه، طبعا واقعي برضو، رأتي دي واقعية مش عشان يتصور ما تبقاش واقعية، لا طبعا واقعية. تجري 100 متر، تستعيد شريط كل الذين عرفتهم، يعني تتذكر هؤلاء المرضى بسبب التدخين، كل دي أدلة واقعية طبعا. أسلوب إنشائي وبين نوعه: هل يمكن لشاب في مثل سنك ألا يستطيع ذلك؟ طبعا ده في نوع من التعجب وفي نوع من النفي، لأنه لا المفروض إنه يعني المفروض انه لا، يعني المفروض انه فعلا يستطيع ذلك. السؤال اللي بعديه بيقول لي اسلوب خبري: انت في حاجه الى ان تكره السيجاره، دي كلها اسلوب خبريه، انت تستعيد شريط كل الذين عرفتهم، انت تتصور، انت تحاول، كل هذه اساليب خبريه لتقرير وتوكيد التنفير من هذا التدخين. بصوره بيانيه وبين اثرها: تكره السيجارة استعارة مكنية، أثرها، أثر الصورة هنا طبعا تشخيص المعنى أو تكسيمه في صراحة الصية توضحه، لأن أثر الصورة هو قيمتها الفنية، هو سر جمالها. إنما إيحاء الصورة بيختلف زي ما أشرت قبل كده في كثير من النصوص. الإيحاء يا جماعة هو العاطفة المصاحبة للصورة، إنما أثر الصورة وسر جمالها وقيمتها الفنية دي حاجة واحدة. كمان عندي هنا ممكن شريط استعارة تصريحية: شبه الذكريات بشريط وحذف كلمة ذكريات وصرح بكلمة يا شباب بكلمة شريط. السؤال اللي بعديه بيقول لي اسلوبا مؤكدا وبين وسيله توكيده. الحقيقه انا احب اشير في البدايه ان انا في احد الفيديوهات قلت ان الفقره ديت ما كانش فيها اسلوب توكيد، الى ان جذب انتباهي زميلي وصديق العمر استاذ محمد الصاوي، وقال لي: لا استاذ اسامه، انت ما خدتش بالك من جمله هل يمكن لشاب في مثل سنك الا يستطيع ذلك. طبعا قلت له فعلا معاك حق استاذ محمد جل ما لا يسهو، الجمله دي فيها تقديم يا شباب. ليه بقى؟ علشان المصدر المؤول الا يستطيع ده فاعل ليمكن. يمكن اللي كان متابع معايا شرح النحو كنت قلت ان المصدر المؤول بعد يجب ويمكن ويبدو وينبغي، المصدر المؤول بيجي بعد الافعال دي فاعل على طول. يعني بقول يمكن ان نختار، يجب ان نصلي، يبدو ان محمد قادم، كل المصدر المؤول ده في محل رفع فاعل حتى لو منفي. يعني المصدر المؤول هنا الا يستطيع ده منفي وتبقى عدم الاستطاعه. خلاصه الكلام عشان ما اطولش عليكم: يمكن ده الفعل، وألا يستطيع ذلك أو ألا يستطيع ده الفاعل. طب ما أنا كده عندي ترتيب الجملة هو فعل، وبعدين كلام غريب اللي هو لشاب في مثل سنك اللي هو شبه الجملة، وبعدين جه الفاعل بتاعي، يبقى فعل شبه جملة فاعل، يبقى أصل الكلام هنا في تقديم وتأخير. هل يمكن ألا يستطيع ذلك لشاب في مثل سنك؟ يبقى ده تقديم يا شباب وتأخير. فإذا طلب منك أنك تستخرج من هذه الفقرة أسلوبا مؤكدا، استخرج هذا الأسلوب، لأنه فعلا أسلوب مؤكد بطريقة علمية. كيف يتمشى هذا المقال مع الطابع الصحفي العام لسمة المدرسة كلها، بأن يتناول قضايا عصرية بإيقاع سريع بفكرة مركزة بتحتاج لحماس القارئ وحماس الكاتب وذكاء القارئ لسمة المدرسة اللي احنا قلناها كتير. السؤال اللي بعدي، السؤال 7، بيقول لي: فإذا لم يكن من أجلك إلى قوله النظافة والجمال، مضاد صحتك طبعا مرضك، وجمع السيجارة السجائر، والعطف بين الصحة والنظافة والجمال واضح هنا التنوع برضه، نفس الحكاية بقى احنا اكتسبناه، لأن الصحة والنظافة والجمال لا بينهم ترادف ولا بينهم تضاد، يبقى خلاص التنويع على طول، لكن مش التعليل يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها العطف في التعليل، لا الموضوع مش كده، الصحة، النظافة، الإيه يا شباب؟ الجمال. لماذا يمتنع المدخن عن التدخين؟ ده أنت بقى يعني زي موضوع إنشاء، أو تجيبه هنا من الفقرة اللي قدامك يعني، ليكتب شهادة ميلاد جديدة عنوانها الصحة والنظافة والجمال، وليحمي أولاده ويحمي أمواله ويحمي نفسه. ده شرح عام للفقرة. استخرج أسلوبا إنشائيا، فليكن ده أسلوب أمر طبعا، خلي بالك لام دي لام الأمر، وغرض الأمر هنا طبعا ليس الإلزام، لأن الكاتب لا يملك سلطة على المدخن، وإنما الأمر هنا النصح، الإرشاد، الحث. طبعا
أسلوب شرط وبين أجزاءه، فإذا لم يكن من أجل من أجلك فليكن من أجل أولادك. أداة الشرط إذا، فعل الشرط لم يكن، أجيبه له منفي كده، وجواب الشرط فليكن. ده أسلوب الشرط ودي أجزاء. وبرضه ممكن إذا لم يكن من أجل صحتك فمن أجل أموالك، أيضا هنا إذا ولم يكن ومن أجل أموالك، وهكذا. ده أسلوب الشرط والأجزاء بتاعته. صورة بيانية وبين أثرها، أكتب شهادة ميلاد جديدة. طبعا دي فيها كناية جميلة عن الحياة الجميلة التي تنتظر المدخن إن هو امتنع عن التدخين. طبعا ممكن استعرب كناية جميلة لما قال عنوانها الصحة، يعني يشبه شهادة الميلاد ديت وشبه الصحة عفوا، وكأنها ستكتب عنوان في شهادة الميلاد، فدي طبعا تحمل الاستعارة المكنية. أثرها توضيح المعنى برسم الصورة له. مصدر من مصادر الموسيقى، طبعا مصادر الموسيقى هي أي مصادر الموسيقى أصلا شباب عشان ما انتوشي؟ مصادر الموسيقى الجناس، السجعة، مثلا حسن التقسيم في الشعر والازدواج في النثر طبعا، وإن كان يعني لو كتبت حسن التقسيم في النثر مش هيحاسبوك عليه أو ما تخافش يعني، تعال نشوف كده أهو. فإذا لم يكن من أجلك فمن أجل أولادك، بص كده، وأموالك، سجعة طبعا أهو، أجلك أولادك أموالك، ده طبعا سجع، ده مصدر من مصادر الموسيقى. انتبه، ما تقول ليش بقى طباق ولا مقابلة ما بين أكتب شهادة ميلاد جديدة وامتنع عن السيجارة، هو مش عايز كده، هو عايز مظهر من مصادر أو مصدر من مصادر الموسيقى. الطباق ما بديش موسيقى جماعة. بل يظهر في النص سمات المقال. السؤال ده أخطر سؤال، السؤال ده من أهم الأسئلة. أنا شخصيا لو بحط امتحان ثانوية عامة هجيب السؤال ده، لأنه بربط ما بين الأدب وما بين النص، والسؤال ده جماعة في متناول الجميع، ما فيهوش أي مشكلة. يظهر في النص سمات المقال. ايه هي سمات المقال النثريه؟ ايوه اهو، انت بس قول لي الكلمه الاولانيه وانا هكر يا استاذ. لا بس افرض ما لقيتش حد يقول لك الكلمه الاولانيه، او افرض لقيت حد بيقول لك الكلمه الاولانيه غلط، يعني افرض واحد هنا قال لك راح مدخلك في اسلوب المقال. لا لا، سمات المقال عموما، وما قالكش السمات الاسلوبيه، قال لك سمات المقال، المقال عموما. لو كان عايز اسلوب المقال كان قال لك السمات الاسلوبيه للمقال. طب ايه هنا سمات المقال اللي ظهرت في النص؟ النثرية، ان الكاتب هنا حرص او كتب بالنثر وليس بالشعر. الذاتية، ان الجانب الفكري غلب على الجانب الوجداني من خلال الاقناع بالادلة، وظهرت في شخصية الكاتب ورأيه. تمام. كمان عندك هنا الاقناع، اللي جاب الادله واقنع بيها ونوع ما بين الادله الماديه والمنطقيه والواقعيه وغير ذلك. كمان الكاتب هنا قدر ان هو يحقق التكوين الفني للمقال، اللي هي خصائص المقال العامه. طب استاذ منى، انا حاسس برضو ما انا ممكن اقول الوضوح وممكن اقول القوه وممكن اقول الجمال، قولهم بس في الاخر. يعني لو انت يعني الموضوع عندك عايز يعني ايه تبقى محبش الاجابه يعني، قولهم بس في الاخر، ما تحسسش مصح انك داخل غلط السؤال. فاذا يا شباب دي سمات المقال، وانتبهوا للسؤال ده، السؤال ده مهم طبعا. من سؤال 8 بقى بيقول لي وانت وحدك سيد قرارك. طبعا اول حاجه مرادفتك ترس تهتم، ومضاد ستخسر ستكسب. طبعا دي اسئله بسيطه، لكل بدايه نهايه، وضح ذلك من خلال الفقره. يعني ايه قصده يعني؟ بصوا يا جماعة، هو مش بدأ المقال بأنت سيد قرارك وانتهى برضو بأنت سيد قرارك، وكأن الكاتب بيقول من البداية أنا لن أستطيع أن أجبرك على شيء، أنا سأعطي لك المساعدة، والنهاية أيضا أؤكد لك أني لا أستطيع أن أجبرك على شيء، فالقرار لابد أن يكون نابع منك. إذن الكاتب هنا ربط بين البداية وبين النهاية بخيط واحد، وما بين ذلك أعطى للقارئ وسائل الامتناع، أو أعطى للكاتب عفوا، أعطى للمدخن خطة كاملة للامتناع عن التدخين. تعتبر هذه الفقرة خلاصة ما قاله الكاتب للمدخن. بقول لي بقى استخرج إجازا. الإجازة شباب إن أنا استخرج كلمة محذوفة، بس استخرجها بمنطق، يعني ما استخرجهاش كده إيه بأي حاجة. يعني ما أنا ممكن أقول وأنت وحدك سيد قرارك، وأنت وحدك سيد قرارك أيها العظيم مثلا، ممكن أقول ولن تكسب أي شيء، ممكن ولن تكسب أي شيء كبير أو صغير، ممكن يألف أي كلمة ويقول لك دي محذوفة. لا 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 شباب، إحنا في علم، إحنا بنجاوب بطريقة علمية. إيه هي، معلش اديني حاجه سريعه كده، لان الحته ديت بتقع من عندكم كتير. امتى اعرف ان في الجمله اجاز؟ هو في حصه مفصله على موقع بنذاكر للاجاز، يعني من اراد ان يستزيد ولديه وقت فليذهب سريعا ليسمع هذه الحصه، ومهمه جدا. طب اذا ما كانش عندك وقت عايز تعرفها على السريع، اسمع بقى يا سيدي ايه الاجابه على السريع كده زي ما بيقولوا. الاجاز ان انا الاقي اسم اشاره لم يذكر بعده المشار اليه. يعني ايه؟ لقيت مثلا هذه السياره غاليه ولن اشتريها لذلك، قصدي لذلك الثمن يعني.
يبقى اسم إشارة لم يذكر بعده المشار إليه، أو عدد لم يذكر بعده المعدود. كأن أقول مثلا قضيت في الأسكندرية 4 أيام وفي القاهرة 5، يعني إيه 5 5 أيام؟ يبقى ده في إجازة يا جماعة. اسم إشارة لم يذكر بعده المشار إليه، عدد لم يذكر بعده المعدود. ها اللي جاي دي هي اللي في الفقرة بقى، فعل لم متعدي لم يذكر مفعوله. يعني فاكر لما أقول لك يزرع الفلاح ونأكل، يزرع ايه الفلاح؟ المفروض يزرع ثمارا ويزرع، وناكل ايه؟ ناكل طعاما وزروعا، بس انا حذفت المفعول به. طب ما هي جمله انت ستخسر، انت الذي ستخسر، تخسر ايه؟ على فكره الكاتب ما قالوش تخسر صحتك، تخسر اموالك، تخسر كذا، ده سبهله مفتوحه. يبقى هنا المفعول به بتاع الفعل ستخسر حذف للشمول والعموم عشان يخوفه، يعني بيقول انت تخسر كل حاجه، فالسبهه له مفتوحه كده، يبقى ده اجاز بالحذف. فانتبهوا يا شباب لحسن انتوا في وسط الهيصه كده الاسئله ديت بتقع منكم، وخصوصا ان درس الاجاز ده كان في سنه ثانيه ثانوي وانتوا ما بتتدربوش عليه كتير. طب ايه كمان يا استاذ مواطن الاجاز؟ مواطن الاجاز ايضا الفعل المبني المجهول. اي فعل المبني المجهول تلاقيه قدامك يبقى اجاز حذف، يضرب ينصر، يبقى ده من علامات. كمان الحاجه الخامسه لولا، اول ما تلاقي لولا تعرف ان في اجاز حذف الخبر. لولا لولا الله ما اهتدينا، اي لولا الله موجود ما اهتدينا. اذا هنا خبر لولا ماله شباب محذوف. ايضا اساليب الاغراء والتحذير والاختصاص، اظن انتوا كبار بقى وعارفين الكلام ده. يعني ايه اغراء؟ زي ما اقول مثلا الصدق يا شباب، قصد الكلام الزموا الصدق يا شباب. يعني ايه تحذير؟ لما اقول التدخين يا شباب، قصدي حذروا التدخين يا شباب. الاختصاص، نحن المسلمين نوحد ربنا، اصلها نحن اخص المسلمين نوحد ربنا. مش انت في لو انت مذاكر نحو ومراجع يعني كنت تقول ايه؟ مفعول به لفعل محذوف اهو، يبقى 3 و5 8 خلاص. وعندك كمان المطلق اللي بيجي كده لوحده كده في الجمله من غير الفعل بتاعه، زي شكرا، حقا. شكرا دي بني عليه بقى ايه؟ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اشكرك. ايه ده يا استاذ؟ ده واضح ان البلاغه معتمده على النحو. اه طبعا الفروع كلها مكمله لبعضها، يعني انت مش هتعرف تطلع اجاز حذف الا بالطريقه النحويه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي دي. إذن برضو من ضمن الحاجات اللي بتستنتج بها محذوف. آخر حاجة بقى العقل يفرض ذلك، يعني العقل بيفرض عليك إن في محذوف. زي اسأل القرية، أصل الكلام اسأل أهل القرية. ونبه برضو إن الإجاز ليه نوع تاني اسمه نوع اسمه إجاز القصر. إجاز ليه يا شباب؟ القصر اللي هي الجملة القصيرة اللي معانيها كثيرة، زي مثلا لك مثلا يعني كده الدين المعامله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين المعامله، الدين النصيحه. الجمله دي على قد ما هي قصيره جدا لكن وراها معاني كثيره جدا. طب دي اعمل فيها يا استاذ؟ يعني هي مش موجوده هنا، الحكم والامثال والكلام ده كله هي اللي بيبقى فيها اجاز قصر. طب لو انا قابلت مثلا جمله فيها اجاز قصر اقول ايه؟ يعني اقول له اجاز بالقصر، فالمعنى فاللفظ قليل والمعنى كثير، وتشرح الجمله عادي. يعني انت هتيجي كده الدين المعامله تقول له اجاز بالقصر حيث اللفظ قليل والمعنى كثير. وهنا ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن الدين هو المعاملة وليس العبادات الشكلية، فإن حسن الخلق وإن إعانة المحتاج. أفضل أشرح عادي بقى سطرين كده ولا حاجة وأقول له هو أدي اللفظ قليل لكن المعنى إيه يا شباب؟ المعنى كثير. كويس إن جات الفرصة إن أنا أفكركم بالإجاز، لأن معظم سنة ثالثة هذا الدرس بيبقى واقع شوية عنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. يبقى شباب إجاز الحذف في الفقرة دي عشان أحس أنه كل نسينا من كتر الكلام ستخسر حاجة حذف المفعول به ليفيد الشمول والعموم. بقول لي بعد كده محسن بديعي وبين أثره. طبعا هنا محسن بديعي تخسر وتكسب، دي سهلة خالص بقى، دي فيها طباق بين تخسر وما بين تكسب، ويؤكد المعنى طبعا ويوضحه. صورة بلاغية وبين قيمتها الفنية. أول حاجة أعطيتنا ظهرك، دي كناية عفوا، أعطيتنا ظهرك كناية عن الإهمال وكناية عن عدم الاهتمام بالدعوة، يبقى دي كناية، والإتيان بالمعنى مصحوبة بالدليل عليه. أسلوب شرط وبين أجزاءه. تعالى يا سيدي مقول إذا لم تكترث بدعوتنا وأعطيتنا ظهرك فلن نخسر نحن شيئا. أدي أداة الشرط عندي إذا، وفعل الشرط لم تكترث، وجواب الشرط ليها فلن نخسر نحن شيئا. برضو في أسلوب شرط تنوع، إذا جئت معنا فسوف تكسب الكثير، إذا وجئت وسوف تكسب يا شباب الكثير. السؤال الأخير قبل امتحانات الثانوية العامة، ماذا أراد الكاتب بقوله أنت سيد قرارك؟ طبعا أراد الكاتب هنا تحفيز وتشجيع المدخن على أن يترك السيجارة، وأنه ما زال يملك أمره ويملك إرادته ويملك قراره، وفي نفس الوقت يلقي عليه بالمسؤولية الكاملة في هذا الأمر. تعال
تعالوا بقى نشوف أسئلة امتحانات الثانوية العامة على أنت سيد قرارك. أغسطس 99 هتلاقيهم كلهم معظمهم أغسطس كده ما عدا مايو 2011. أول حاجة بقول مفرد الأعصاب طبعا عصب، السجن تبقى استعارة تصريحية، قرارك الإضافة للتخصيص، العاطفة أثرها في اختيار الألفاظ. هعمل إيه يا أستاذ؟ أحدد العاطفة الأول. إيه عاطفة الكاتب هنا يا جماعة؟ عاطفة الكاتب هنا حب الإنسان، يعني حب الإنسان المدخن ده والخوف عليه والحرص عليه، وفي نفس الوقت بغض التدخين. فنلاحظ هنا أنت وسيد وقرارك ومنك وتستطيع، هذه الكلمات تحي بتشجيع أو الرغبة في تشجيع الكاتب للمدخن، يبقى دي أقول له فيها عاطفة التشجيع وعاطفة الحب. إنما بقى عاطفة البغض للسيجارة ظهرت في السجن وفي اللعين وفي كوارث وفي مصائب، كل هذه الكلمات تدل على بغض الكاتب للسيجارة ومحاولة تنفير المدخن من السيجارة. المدخنون نوعان، فما هما وبين سمات كل منهما؟ طبعا احنا عارفينهم كلنا، ده مش من الفقره بقى، من الموضوع ان في معاندين، والمعاندين دول طبعا لا يتحدث معهم الكاتب لانهم لا يريدون ان يسمعوا شيئا ولا يوافقوا على شيء. اما النوع الثاني بقى اللي هو الذين يتمنون ان يتخلصوا من السيجاره، وهؤلاء يعتقدون خطا ان الامتناع عن التدخين مستحيل الى اخر الكلام اللي انت عارفه بقى، كلام بسيط. أتى الكاتب بأدلة واقعية، اللي هي الحتة اللي بعدها بقى، أن تنظر إلى أصابعك إذا لم تغسلها من النكتين، أن تحاول أن تتصور منظر رئتيك، تحاول تجري 100 متر فقط، تستعيد شريط كل الذين عرفتهم، أكتب، ما تزهقش، ما تكتب ليش اتنين وتقول كفاية، أكتب كل الأدلة طبعا. إذا ديت كان امتحان ثانوية عامة 99. السؤال اللي بعديه اللي هو السؤال 10، امتحان ثانوية عامة أغسطس برضو 2001، بتشير الفقرة هذه الفقرة إلى الآثار الضارة للتدخين وإلى وسيلة التخلص منه. هذه الفقرة أشارت فقط إلى وسيلة أو إلى الآثار الضارة، ما يعني بقية الفقرة ما ذكرش فيها اللي هي وسيلة التخلص، وده كان طبعا خطأ في السؤال، لكن الذكاء هيكمل يعني هيعرف إنه ماشي عم أنا هكملها لك من أي حتة، مش لازم تبقى في الفقرة يعني. هنا إيه الآثار الضارة؟ أهي إن هو طبعا آثار الضارة للتدخين إنه سجن العين، وإنه بيؤذي كل شيء في الجسم، الصدر والقلب والضغط والمفاصل والأعصاب. طب وسيلة التخلص منها بقى، أول حاجة الاقتناع بأن التدخين امتناع عن التدخين ليس مستحيلا، الثاني حاجة أن تأخذ القرار، ثالث حاجة أن تبدأ في تنفيذه، رابع حاجة أن تصر، خامس حاجة أن تدرك أن الصعوبة الأولى أو الأيام الأولى الصعوبات التي تواجهها في الأيام الأولى لا تقاس بحجم المكاسب، آخر حاجة أنك تكره السيجارة. بين نوع الخيال وأثره في معنى سيد قرارك. دي استعربك نيو إنها في الأول خالص، شاب القرار كأنه إنسان وأنا سيده وأصبحت عبدا، انتبه ده تشبيه طبعا، لأنه شبه المدخن بالعبد. هذا المقال يتماشى مع الطابع الصحفي العام. بص أكاد أقول لك إن ده تقريبا السؤال الموضة اللي في كل اللي جاي دايما في أنت سيد قرارك بيجي، يعني بص الثلاث امتحانات اللي جايين دولت هتلاقي كل شوية يسألك السؤال ده امتحان ثانوية عامة ويتكرر السؤال. بص بقول لك ايه، اصل في ناس يقول لك ايه لا السؤال ده جه مش هيجي تاني. لا يا جماعه ما فيش حاجه اسمها كده. هذا المقال يتماشى مع الطابع الصحفي العام، تقول سمات المدرسه، سمات المدرسه بتاعت المجددين اللي هي الايقاع السريع ومتابعه الحياه اليوميه والموضوعات العصريه والتاثر بالثقافه الغربيه، ويحتاج هذا النوع من المقالات الى حماس الكاتب وذكاء القارئ اللي قلناه 100 مره. من الخصائص العامة في كل مقال الإقناع والذاتية. طبعا تحقق الإقناع بالأدلة وتقول له الأدلة اللي جابها الكاتب عشان يقنع المدخن. طب الذاتية، الذاتية يعني غلب الجانب الفكري على الجانب الوجداني، بالإضافة إلى أن رأي الكاتب كان واضحا عندما قال أنا أعرف، فدي ذاتية. لما قال لكن نقول لهم برضو دي ذاتية، فلذلك الكاتب ظهر رأيه وظهر تصنيفه للمدخنين وظهرت خبرته الواسعة في هذا المجال، فدي الذاتي. السؤال أغسطس 2004، امتحان أغسطس 2004، بيقول لي مرادف تتصور تتخيل، مضاد تستعيد تقدم. أصل تستعيد يعني تسترجع الشيء، يعني ترجع لورا، فإذا عكسها تقدم الشيء يعني تقدمه لقدام يعني، تمام؟ إلى ما دعا الكاتب وبما برر ما دعا إليه. واضحه قوي في البدايه انه دعا المدخن ان يكره السيجاره، ده اللي دعاه اليه. طب برر دعوته بايه بقى؟ باثار النكوتين على ايديه، بتصور منظر رئتي، بعجزه عن الجري 100 متر، بتذكره لهؤلاء الذين افترسهم المرض بسبب التدخين. يبقى ده بما دعا الكاتب، او الى ما دعا الكاتب وبما برر دعوته. استخرج من الفقره استعاره و
وبين نوعها واثرها. طبعا دي شريط, هي الاستعاره اللي موجوده هنا الواضحه جدا اللي ما فيهاش اي جدال, اللي هي شريط شبه الذكريات بشريط وحذف ذكرياتي. استعاره ايه يا شباب؟ استعاره تصريحيه, وبرده اثرها هو تشخيص المعنى او تقسيمه في الصوره الحسيه توضحه. الصفات اللي ينبغي ان تتوفر لكاتب المقال الادب الاجتماعي, يعني سمات اسلوبه لازم تبقى عامله ازاي. سمات اسلوبه انه اولا يكون كاتب قادر على اظهار العاطفه, استخدام المحسنات البدائيه وبعض الاخيله وايحاء الالفاظ, يعني سمات الاسلوب الادبي. طب والاجتماعي؟ الاجتماعي لازم يتناول فكره واضحه ويجيب ادله مقنعه ويجيب اساليب ممتعه. فسمات المقال الادبي العاطفة وما قلناه, وسمات المقال الاجتماعي وضوح الفكرة وسهولة اللغة والقدرة على الإقناع, وأن كمان حاجة مهمة قوي أن يختار الموضوع من الموضوعات التي تهم المجتمع, ودي نقطة مهمة قوي للغاية نازل ناخد بالنا منها, اللي هي المقال, سمات المقال الاجتماعي. وكيف يتمشى هذا النوع مع الطابع الصحفي العام؟ ها اجري روح يا سيدي بقى سمات مدرسة المجددين زي ما قلناها سبق إجابته. هات مرادف تتصور تتخيل مضاد يمكن يستحيل. ده حتى بص مرادف تتصور ورا بعض اهو, بص اهو يعني الامتحانين زي بعضهم. يعني ده انا ابشر الناس اللي حلت امتحانات ثانويه عامه وبتحل معايا, بجد ابشرك والله هتلاقي الاسئله بالنص قدامك ومكرره, وانت نفسك هتستغرب تقول يا ريت كنت صدقت كده كنت ذاكرت اكتر. لا صدق من دلوقتي وخليك جدع. بيقول لي مرادف تتصور قلنا تتخيل ومضاد يمكن طبعا يستحيل في جملتين. اوعى تنسى الجملتين يا بطل, احسن تنسى كليتين. أن تجري 100 متر فقط, تعبير يقصد من وراء الكاتب بالنسبة للمدخن طبعا التخويف بيخوفه يعني. خطط الكاتب لإقناع المدخن بترك التدخين من أولها انك تشيل الفكرة الغلط من دماغك وتقتنع انه صعب, انه صعب مش مستحيل, وتاخد وهكذا بقى قلناها سبق اجابته. ما رايك في تماشي هذا المقال مع الطابع الصحفي العام؟ سبق اجابته. على فكره سبق اجابته ديت يعني من علامات اتقانك, من اكبر علامات اتقانك للاسئله, انك تلاقي الاسئله بدات تتكرر. هجيب منين بقى؟ خلاص. ان تستعيد شريط كل الذين عرفتهم, ها استعاره تصريحيه وقيمتها الفنيه قلناها 100 مره. نيجي بقى للسؤال الاخير, ما نوع المقال من حيث الأسلوب وماذا يحتاج من الكاتب؟ طبعا عارفين الأسلوب اللي كتب به مقال أنت سيد قرارك هو الأسلوب العلمي المتأدب. علمي لأنه فيه الدقة وفيه بعض المعلومات العلمية زي الأضرار اللي ذكرها من صدرك وقلبك وضغطك وأعصابك, فهو يحتوي من الأسلوب العلمي على دقة الأفكار وتسلسلها وترابطها وبعض الحقائق العلمية اللي عرضها. لكن أيضا في سمات من سمات الأسلوب الأدبي من حيث إيحاء الألفاظ والاهتمام ببعض الصور وبعض المحسنات البدائية الخفيفة وحرارة العاطفة, وبالتالي اجتمع سمات الأسلوب الأدبي والعلمي فسميناه عشان كده أسلوب العلمي المتأدب. طبعا ماذا يحتاج من الكاتب اللي أنا قلت دلوقتي اللي هي سمات الأسلوب العلمي المتأدب؟ يعني أنا المفروض الجزء الأولاني من السؤال الإجابة بتاعته ما نوع المقال من حيث الأسلوب, الدرجة بتتاخد على علمي متأدب. طب وماذا يحتاج من الكاتب؟ أقول له بقى سمات الأسلوب العلمي وسمات الأسلوب الأدبي. وأشير هنا إلى نقطة مهمة, إن في نسخة قديمة من كتاب المدرسة كانوا قايلين مقال أنت سيد قرارك مقال أدبي وسايبينها كلمة مفتوحة كده. فلذلك هتلاقي في بعض الكتب الخارجية إن هم بيقولوا إن المقال أسلوبه أدبي وبيقول سمات الأسلوب الأدبي, بعض الكتب الخارجية اللي معتمدة على الكتاب القديم. لكن نسخة الكتاب اللي موجودة دلوقتي ما فيهاش يعني ما قالش نوع المقال إيه وشال كلمة أدبي ديت. يعني اللي متابع معايا من زمان في ثانوية عامة عارف إن في كذا نسخة لكتاب المدرسة, إحنا نتعامل مع النسخة الأخيرة. طالما ما ذكرش فيها نوع الأسلوب يبقى خلاص فعلا نقر بأنه أسلوب علمي متأدب, لأن فعلا فيه الخصائص العلمي وخصائص يا شباب الأدبي. ويا رب تكونوا استفدتوا من هذه الجولة السريعة في هذا المقال المهم, وهو من المقالات كما قلنا الإجبارية التي تأتي في النصوص الإجبارية. فإن شاء الرحمن الرحيم أنتوا كده مستعدين لإجابة أي سؤال في مقال أنت سيد قرارك بإذن الله. أبناء الطلاب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.